ايه يعني يا شباب، اقول لكم يعني احنا نبث عشان نوسع صدرنا وتوسعون صدركم، يعني فقط لا غير. ان كان في رزق فهو لنا، الله يحفظكم. وان كان في طال عمركم زعل وما زعل، خلوا الزعل بيننا، ما يصلح يعني نقعد نسوي هالحركات ولا نبلغ، ما يصلح. يعني غلطنا مرة خلاص، من عفا وأصلح فأجره على الله حبيبي، ولا غلط؟ عدل الصامت اديله انك الصامت. الليله جهزوا حالكم على الساعتين، وان شاء الله نوسع صدركم وتوسعون صدرنا، واول جوله ان شاء الله نلتقي بها ان شاء الله. اذا فتح بدويش نجيب لكم وطال عمركم نكسر للساحه. نخلي طال عمركم بدويش اليوم نخليه برمها ولا يجرش اللي تبون، بنخليكم وتوسعون صدرنا واول جوله ان شاء الله نخلي طال عمركم بدويج اليوم نخليها برمها ولا يجرش.